السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوني خارجه كاينه في قهيوه انا وراجلي، وجينا باش نبدلوا الجو لان اليوم كان عيد ميلاد ديالي. بليتو فاش كنصور هذا الفيديو ما يكونش في نفس النهار فاش لحتو لكم. كان الانيفرسير ديالي، وبهاد المناسبه قال لي راجلي يلا غير كنت غادي نحتفل، كنت غندير انيفرسير وكنت غنشاركو معكم، ولكن كانوا عندي شي ظروف خاصه اللي منعتني انني ندير حفله داكشي علاش انا جيت. جابني راجلي قال لي او مو بعدا نديك البلاصه اللي كتعجبك، واللي هي سليمان. كما كتشوفوا بيتزا سليمان، جيت لعندهم الباطوار، كاينين جوج، كاينين البنات ديال اش كيقولوا لها ديال جيت سكن، وكاينه ديال الباطوار. المهم اليوم جينا ديال الباطوار وصافي، وديتكم معايا باش نشارككم اشنو غندير. هو راجلي عارفني بانني كنحماق انا على البيتزا ديالهم، وقال لي يلاه زيدي نديك. وصراحه عندهم بيتزا غزاله، كنوريكم المنيو، وكانوا فيه دي بلا بيتزات العواصر، المهم فيهم دي تروك بحال هكا. دابا ندي طي معكم المنيو ان شاء الله، ما عرفتش غادي طي باقي ولا لا، ما بقيتش عقل. المهم بيتزا سليمان في الباطوار حدا الطاكسيات، بيتزا خطيره، هادشي غنقول لكم وصافي. الله يعطيهم الصحه وصافي. وكما كتشوفوا هنا، المهم جدينا بعدا كاس ديال الماء نشربو، بما جينا البيتزا ديالنا راه كومونديت انا كفته وجديكم منطفخ بالماك. بغيت نشارك معكم غير هاد التبيتات اللي كيصايبو خطيرين بالاعشاب، وحده بالهريسه، هادي اللي كنوريكم دابا بالهريسه والاعشاب، وهادي غير زيت البعد عادي. وها هما جاو البيتزا تاعنا، هي البيتزا ديال الكفته كما كتشوفوا، راه لاباط ديالهم عاتي زعما خطيره خطيره خطيره. وقلت لي شنو كديروا في لاباط؟ بدا كيضحك. المهم لاباط ديالهم زوينه، كندير فيها انا ديك الزيت من السيمه اللي شاركت معكم، كتجي بنينه كتعطي واحد اللذه. وهذه بيتزا ديال راجلي تايا نكبل ليه شويه ديال الزيت لان توا كتعجبو الحرور. و دابا غادي ناكل. شوفو بهاد الكاطو فيه جوايز انيفيرسير ناتيا. في الحقيقه انا ما عولتش على هاد الشيء، هادي هاد المهم الكاطو هذا دارتو ليا حماتي، هي اللي دارت ليا كادو في لانيفيرسير ديالي، دارت ليا حفيله لقيتها مقادات هاد الشيء. هانتوما كيفاش كتشوفوا، درت لي مفاجاه سوربريز، الله يعطيها الخير تفكرتني، كنقول لها شكرا. هانتوما انا نوريكم من قبل. المهم ديكور بسيط ولكن فرحتني بزاف، ما نكذبش عليكم البنات، فرحت ملي تفكرني شي حد. فكروني خواتات راجلي كاملين، وراجلي هو الاول، اول واحد قال لي جويز انيفيرسير، وصحاباتي اللي في الجروب كلهم تفكروني، كنشكرهم. ايوا تفكرتني عائلتي كامله، المهم وتفكرتني حماتي ودارت لي هذا الكادو. انا ندوز لكم حماتي تهضر معكم. كيفكم البنات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ ايوا قولوا لنا ديال سقاصه مباركي، عيد الميلاد سعيد ليها ان شاء الله، باش ما تمنات لوليداتها وراسها وراجلها ان شاء الله، طول العمر وكثر ترزق ان شاء الله. وليكم كاملين حتى نتوما البنات، ليكم كاملين، وطهى الله فينا ديال باش تكمل القناه ديالها بخير وعلى خير. يا الله الله يعاونكم ويسلم عليكم. يلا شكرا. المهم خليكم معنا مع اجواء الحفله كيفاش غادي تدوز ان شاء الله، نشاركها معكم. واخا كما قلت لكم بسيطه، ولكن بالنسبه ليا عندها فالور عندي بالنسبه ليا. خليكم مع الحفله ديالنا. جوايوز Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday to you. Happy birthday.